توز بقى خارطة الطريق والخطوات اللي لها علاقة بإنهاء طبعا المشهد السياسي فيما تم الاتفاق عليه من دستور وبرلمان ورئاسة، واللي أكد عن عليه النهاردة الفريق أول عبد الفتاح السيسي في كلمة للنهاردة وفي كلمة بتذاع حاليا، هنتبع أجزاء منها مع حضراتكم. إن شاء الله إحنا نكون أوفياء للوعد إن إحنا نعوض عليهم، سواء في أرض تم إزالة مزروعات منها أو في مباني سقطت أثناء المواجهة. ده فيما يخص أهل سيناء، وهم بيأكدوا كل يوم بوطنيتهم وحرصهم على التعاون. ما هم دول اللي كانوا موجودين برضو معانا سنة 67 68 69، كانوا بيتعاونوا مع الجيش، ولن ننسى لهم ذلك ساعتها وما نسيناهوش، ومش هننسى دلوقتي اللي هم بيعملوه معانا. برضو في الحقيقة يعني تحية واجبة لأهل الضبعة مطروح المنطقة الغربية. صحيح صحيح يعني أنا عايز أقول لكم إن أهل الضبعة الأرض موجودة بقالها فترة كبيرة، لدرجة إن في ناس يمكن يأست إن الأرض دي ترجع تاني، لكن إحنا ما كانش عندنا شك إن وطنية وإخلاص المصريين هتطلع في الوقت المناسب. أنا عايز أقول كانوا هم ممكن يستغلوا الحالة اللي إحنا فيها دي على الأقل، الحالة اللي احنا فيها دي على الأقل، وما يسلموش الأرض للجيش. لكن هم عشان كده بقول ليهم تحية واجبة علينا كلنا من كل المصريين، مش من الجيش بس ومش من الشرطة بس، من كل المصريين، إن هم كانوا مخلصين، وحجم المروءة والشهامة اللي بان منهم يدلل على حجم الأصالة اللي موجودة فيهم. فكل الشكر وكل التقدير لأهالينا في الضبعة. القوات المسلحة كمؤسسة عسكرية لن تدعم أحد أبدا، كل واحد أنت وشعب مصر، لكن الجيش لا. أنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن دي مسؤولية أخلاقية ووطنية ودينية. فخلي بالكم يا مصريين من ده، من كلامي كويس. انتم اللي بتجيبوا الحكام، وصحيح انتم اللي بتمشوهم برضو. صحيح.